إذن شاهدنا مشاهدينا الكرام آراء الشارع الأردني في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الأردني كما هو الرأي العام العربي بل والعالمي. يعني كان خبر رئيسي يمكن في أخبار الكورونا موجودة وخبر آيا صوفيا أيضا موجود على مستوى العالم، وإحنا بنعرف كيف الأردن وتفاعل الشعب الأردني مع القضايا، حتى الشأن الداخلي التركي يعني نشعر وكأنه يعنينا ولدينا وجهات نظر وكل واحد يعبر عن رأيه وفقا لفكره وفقا لأيديولوجيته. وانت يعني شفنا كيف الرأي، يمكن واحد ما يحكي انه هذا، ما بنحكي انه هذا استطلاع علمي 100%، لكن معظم الرأي العام الأردني كان مع القرار الرسمي التركي الذي عبر عنه الرئيس أردوغان، وكما قلنا بمباركة القضاء التركي في دولة ديمقراطية. ولكن سأنطلق من آخر رأي كان في هذا الاستطلاع، وهذا الرجل الأردني كل الاحترام له يقول إنه إحنا تركيا هي دولة قائد ونحن خايفين على تركيا من ردود الفعل على مستوى العالم، كيف سيقابل هذا القرار، إنه ربما البعض يفسر أنه هذا فيه اضطهاد ديني على سبيل المثال. طيب هذا المنطلق بدنا نروح فيه مباشرة إلى اسطنبول، واسمحوا لنا أن نرحب من هناك بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حمزة يتكين. أستاذ حمزة مساء الخير. مساء الخير أستاذ الكريم لك وللمشاهدين الكرام وخاصة من الأردن. الأردن تحية لكم. تحيات تحياتنا. شكرا جزيلا لك أستاذ حمزة. ويمكن أنا ذكرت أنه الشعب الأردني يتفاعل مع الحدث التركي بشكل كبير ويعتبره حدث محلي، يعني نحن نعتبر الحدث الفلسطيني محلي وأصبحنا حتى الحدث التركي نهتم فيه بشكل كبير. وسؤال الأول لك أستاذ حمزة في وسط كل هذه يعني التجاذبات وردود الفعل حول قرار أردوغان بتحويل أو بإعادة آيا صوفيا إلى أن تكون مسجدا، البعض يقول بأن هذا القرار قد يثير العالم على تركيا وخاصة أوروبا، وربما يصنف بأن قرار فيه إقصاء للمسيحيين في العالم. ما رأيك أستاذ حمزة في هذا الكلام؟ حياكم الله بداية. طبعا هذه وجهة نظر موجودة، وأنا سأوضح لمن يقولها بنية طيبة وبنية سليمة، خائف على المساجد في بعض بقاع العالم وخائف على تركيا وما وصلت إليه تركيا من إيجابية كبرى. أوضح له سيدي الكريم أن قضية آيا صوفيا صحيح هي قضية نعم كبرى وخطيرة ودقيقة، ولأنها دقيقة استمر النقاش في تركيا مدة أكثر من 80 عاما بضرورة إعادة افتتاح هذا المسجد، حتى وصلت تركيا لمرحلة من القوة السياسية الكبرى التي استطاعت من خلالها أن تعيد في 10 تموز 2020 افتتاح مسجد آيا صوفيا. وبالتالي هذه القوة المعول عليها الآن لتحمي تركيا من أي ردات فعل سلبية تجاهها أو تجاه مساجد المسلمين في مناطق أخرى وخاصة في أوروبا، لنكن واضحين أن الإسلاموفوبيا أصبحت متفوقة في المجتمع الأوروبي. نقول أن الأوروبيين الآن هم أضعف من أن يتعرضوا لمساجدنا تركيا، ومن خلال الأوقاف التركية الداعمة للمساجد هناك موقفها قوي أكثر ما يمكن أن يفعلوه كما كانوا يفعلوه في الأشهر الماضية والسنوات الماضية، مجرد كسر زجاج هنا أو طلاء من البوية هناك، تكلم عن الدول الأوروبية. وبالتالي لا أرى أن هناك خطر كبير على المسلمين في العالم أو على تركيا. لو هذا يعني هذا كلام كبير أستاذ حمزة صراحة، إذا سمحت لي، يعني أنه لا خوف من أوروبا، يعني أوروبا التي يعني احتلت العالم العربي وقسمته سايكس وبيكو، الآن من تركيا نقول أنها أوروبا لم تعد مخيفة للمسلمين. نعم أستاذي، أوروبا لم تعد مخيفة على الإطلاق. نرى المواقف الأوروبية الداخلية على أقل تقدير، التشدد السياسي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي والتفكك الذي يحصل فيه أمام العالم. نرى الضعف الذي أظهرته أوروبا في قضية فيروس كورونا. تركيا التي دعمت أوروبا، هذا التاريخ لن ينساه، تركيا هي التي أقامت أوروبا ودعمتها، وبالتالي كانت أوروبا قطاعها الصحي كان ينهار، سياستها متمزقة. أوروبا خسرت في ليبيا، خسرت شمال أفريقيا، أوروبا خسرت مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تعده مع الولايات المتحدة الأمريكية، خسرت هذا المشروع بفضل الشعوب في المنطقة والدور التركي الكبير. والمشروع يقول إعادة تقسيم المقسم في المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية وتسليم القدس،
والمسجد الأقصى بشكل نهائي وتام للاحتلال الصهيوني. هذه القوة التي وصلت إليها تركيا مع حلفائها في المنطقة من خلالها نعم نستطيع أن نقول أن خطوة آيا صوفيا افتتاح هذا المسجد المبارك لن تخيف تركيا، وتركيا قادرة قوية لديها من القوة السياسية وغير السياسية والاقتصادية التي تستطيع من خلالها أن تضغط وأن تصد أي هجوم قد تتعرض له سياسيا أو اقتصاديا أو ماليا. عسكريا هذا أمر يعني في 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 غاية المستحيلات أن يقوموا بأي خطوة عسكرية ضد تركيا، خاصة أن تركيا تعد من القوى العسكرية الكبرى في العالم، وليس من السهل مواجهة تركيا. وبالتالي قضية آيا صوفيا أستاذ الكريم هي قضية تركية إسلامية بحت، على الجميع أن يتقبل التاريخ القديم والتاريخ الحالي أن آيا صوفيا مسجد وليست كنيسة بكل بساطة وبكل هدوء وطيبة قلب. يعني ذكرت جميل، ذكرت أثناء كلامك أستاذ حمزة، وذكر الطيب أردوغان بالأمس في خطابه التاريخي ربطا، وأيضا ذكره على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن على صفحته على تويتر، والربط ما بين إعادة مسجد آيا صوفيا وحرية المسجد الأقصى. ما الرابط، ما العلاقة يعني بينهما، ولماذا تم استذكارهما من أردوغان ومنك أيضا شخصيا؟ يعني أستاذ بس بعجالة بنقطة أخرى، من يتحدث عن الاضطهاد أن هذا القرار اضطهد المسيحيين، هذا أمر غير صحيح على الإطلاق. من يتحدث أن قرار إعادة افتتاح آيا صوفيا كمسجد اضطهد المسيحيين، هذا أمر غير صحيح. أو أول كنيسة بنيت في تركيا كانت في عهد حزب العدالة والتنمية خدمة للأتراك المسيحيين وإعادة لحقوقهم. الكنائس الآن في تركيا مفتوحة، يمكن لأي شخص أن يدخل إلى الكنائس، وبالتالي لا يمكن الحديث أن تركيا تضطهد المسيحيين. هذه نقطة. قضية المسجد الأقصى التي أشار إليها أردوغان وتعمد أردوغان الإشارة إليها بشكل أوضح بتغريدة عنوانها المسجد الأقصى وباللغة العربية، المقصد منها أن إعادة افتتاح آيا صوفيا يبشر بحرية المسجد الأقصى، لأننا عندما افتتح أو فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية وآيا صوفيا واشترى هذا المعلم، كانت الأمة طوال مئات السنين بعز وقوة، وعندما خسرت الأمة آيا صوفيا، هي إشارة معنوية، عندما خسرت الأمة آيا صوفيا عام 1934 رأينا 100 سنة من الهوان والذل والضعف نعيشه. وإشارة أردوغان أن للمرة الثانية يعاد آيا صوفيا مسجد، أي أن القوة التي كانت تتمتع بها الأمة، لا يتحدث عن الأتراك أردوغان، يتحدث عن الأمة الإسلامية كأمة، هي إشارة معنوية أن آيا صوفيا سيعيدنا للأمجاد القوية التي كانت تتمتع بها الأمة الإسلامية. وبالتالي حرية المسجد الأقصى لن تستطيع تركيا لوحدها أن تحقق هذه الحرية أو أن تحرر فلسطين، يجب أن تتضافر جهود الأمة، كل الأمة من كل الأعراق والأطياف واللغات لتحرير المسجد الأقصى. والرسالة لأردوغان تقول فلنتوحد برسالة آيا صوفيا، مسجد آيا صوفيا، كي نعمل لنعيد الحرية للمسجد الأقصى. هذه الرسالة التي كان يقصدها أردوغان رسالة معنوية لتوقظ الهمم لدى أبناء الأمة لنعيد تحرير المسجد الأقصى. ليس شرطا أن يحرر المسجد الأقصى على أياد تركية، وليس شرطا على أياد عربية أو أياد كردية، يجب أن تتضافر الجهود لتحرير هذا المسجد المبارك انطلاقا من رسالة مسجد آيا صوفيا. جميل. سيكون لسان حال الكثيرين أستاذ حمزة من يعني الكارهين للتجربة التركية وتجربة العدالة والتنمية وبقيادة أردوغان، من بعض ربما يساريين، تصنيفات عديدة، علمانيين قوميين، بأنه تركيا تقيم علاقات تجارية ومش عارف كم مليار في تبادل تجاري بين تركيا والكيان المحتل، فمن باب أولى على أردوغان أن يوقف هذا التطبيع بالعلاقات. ما الرد على ذلك أستاذ حمزة؟ أستاذي الكريم، العلاقات التجارية مختلفة عن العلاقات الأخرى، هذه نقطة أساسية. يعني الآن هناك علاقات تجارية بين تركيا ومصر، الشعب المصري، وعلاقات قوية ومتقدمة جدا رغم الخلافات السياسية القوية والكبيرة بين أنقرة وبين القاهرة. فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، لماذا هؤلاء القوم بدل أن يشيروا للعلاقات التركية، أستاذي تركيا تعترف بالكيان الصهيوني حتى هذه اللحظة، يعني هم ماذا اخترعوا، ماذا قدموا من جديد؟ هم يشيرون بطريقة خبيثة
لهذه المعلومة. كلنا نعرف أن تركيا حتى اللحظة تعترف بالكيان الصهيوني كدولة، يعني ما الجديد؟ هناك علاقات بين دولة ودولة، ولكن لماذا لا نسأل أن كيف استطاع أردوغان وحزب العدالة والتنمية على مدى 19 سنة أن يحول تركيا من دولة تابعة للكيان الصهيوني، دولة تابعة للغرب، دولة كان الكيان الصهيوني يتحكم بسياساتها الداخلية والخارجية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، كيف استطاع أردوغان خلال فقط 19 عاما أن ينتزع تركيا من الأيادي الصهيونية والغربية وأن يحرر تركيا من هذه الأغلال الخبيثة؟ ولكن شيئا فشيئا، بدل أن نأتي ونهاجم أردوغان أن تركيا ما زالت تعترف بالكيان الصهيوني كدولة، لماذا لا ندعم أردوغان؟ لماذا لا ندعم أردوغان بقضية إسرائيل؟ دعكم من الشيء الآخر، لماذا لا ندعم أردوغان كي يقوم بخطوة متقدمة جديدة؟ هو جعل العلاقة التركية الإسرائيلية الآن في الصفر تقريبا، في الصفر، والخلاف التركي الإسرائيلي كبير جدا جدا جدا، ووقت التصالح بعيد جدا بين أنقرة وبين قوسين تل أبيب، وبالتالي لا يوجد علاقات على الإطلاق، بل مواجهة ربما قد تحصل بين الكيان الاحتلال الإسرائيلي وتركيا، والمواجهة واضحة شرقي المتوسط عندما تقوم إسرائيل بسياسات معادية لتركيا، استراتيجية معادية لتركيا تضر تركيا اقتصاديا وسياسيا وماليا وعسكريا. هل هذا يعني أن إسرائيل حليفة لتركيا وأن تركيا حليفة لإسرائيل؟ لا يوجد حلف، نعم هناك اعتراف، ولكن هذا الاعتراف في الصفر. الآن هناك خلافات بين تركيا وبين فرنسا، هل نقول لتركيا اسحب اعترافك من فرنسا أنها دولة وجمهورية؟ ما النافع؟ لن ينفع هذا الاعتراف، لم يحن الوقت. بدل أن ننتقد أردوغان فلننظر كيف نقل أردوغان من التبعية التركية للكيان الصهيوني إلى أن تركيا الآن متفوقة على الكيان الصهيوني، وهي تجبر القوى الكبرى على رفض صفقة القرن، وبالتالي تضر الكيان الصهيوني في هدفه الاستراتيجي. جميل. كان الجميع ينتظر رد فعل غربي، وخاصة يعني خلينا نحكي من المؤسسات الدينية في أوروبا، وجاء الحديث من بابا الفاتيكان الذي قال أنه يتألم على آيا صوفيا وبالتالي على يعني قرار تحويلها إلى مسجد. ما ردك أستاذ حمزة؟ يعني هو يقول يا سيدي والرهبان الآخرون في العالم يقولون أنهم يحملون رسالات السلام ورسالات المحبة ورسالات التآلف بين الشعوب والتآخي، تمام، أين كانت هذه الرسالات؟ وكان المسلمون منذ 150 عاما وحتى الآن يقتلون ويذبحون من بورما إلى سوريا إلى العراق إلى ليبيا إلى هذه الدولة أو تلك الدولة إلى أفغانستان، أين كانت هذه الدعوات؟ لماذا لم نرى مواقف كبيرة وحقيقية من هؤلاء تجاه المسلمين؟ لماذا لا يتألمون على ألم الآخرين؟ لماذا لا يتألمون على المساجد التي احتلها الصليبيون على ماذا مئات السنين وحولوها إلى كنائس؟ لماذا لم يتألموا على آيا صوفيا إذا كانوا هم يعتبرون أن آيا صوفيا كنيسة بين قوسين؟ لماذا لم يتألموا كون أن هذه الكنيسة بقيت مغلقة 80 عاما أو أكثر وهي كمتحف؟ لماذا لم يكونوا يتألمون على أن كنيسة تحولت إلى متحف وهم يتألمون الآن على مجرد قرار مثبت تاريخيا وقانونيا أن آيا صوفيا هي مسجد وليست كنيسة؟ لماذا لا يتألمون إذا كانوا يتألمون الآن؟ فنحن منذ مئات السنين، منذ 150 سنة نتألم ونذبح ونقتل، فلا مشكلة برأيي أنا الشخصي، لا مشكلة إذا تألموا يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. دائما نحن كأمة إسلامية منذ 100 سنة تقريبا دائما نحن بردات فعل على الآخرين، يقتلوننا ونستنكر، يذبحوننا وندين، ونكون نحن دائما الخائفين. هذه المرة كانت المبادرة منا، وهي مبادرة محقة، على عكسهم مبادراتهم دائما كانت ظلم وقتل واضطهاد واحتلال. نحن لم نظلم أحد، قرار قضاء آيا صوفيا قرار شرعي، ويمكن العودة للقضاء وللمحاكم الدولية وسيدركون أن آيا صوفيا مسجد وليس كنيسة. تركيا تمتلك الوثائق التي تستطيع أن تضعها بوجه العالم كله أن آيا صوفيا مسجد وليس كنيسة. لا تتصرف تركيا الآن من باب أهوائي أو من باب عاطفي على الإطلاق،
لدى الرئيس التركي أردوغان وثائق تاريخية تعود لخمسمائة عام وتعود لثمانين عام أن آيا صوفيا مسجد. يستطيع أردوغان أن يرمي هذه الأوراق بوجه أي شخصية دينية أو سياسية في العالم تقول أنكم أنتم تحتلون كنيسة، هي بين قوسين كنيسة آيا صوفيا، هي مسجد. وبالتالي يتألم قليلا لا مشكلة، فليتألم قليلا. أنا كان سؤالي الأخير ربما أجبت عن جزء كبير منه عن الإثبات القانوني، ويعني كان في تداول على وسائل التواصل الاجتماعي ب يعني التشكيك بالوثيقة اللي انتشرت إنه هذه الطابو التي تؤكد أن محمد الفاتح اشترى آيا صوفيا من ماله الخاص يعني من الرهبان، وحضرتك أكدت، بس أنا حابب تفصل فيها، وخاصة إنه أنا سمعت للأسف يعني من بعض العرب إنه يشككوا إنه هذا الكلام مش صحيح ومش دقيق، تعطينا الرواية الأصلية في ذلك. أستاذي الكريم، تركيا من يتابع السياسة التركية الحديثة يدرك حقيقة أن كل الخطوات التي قامت بها تركيا الجديدة منذ 20 سنة حتى الآن هي خطوات قانونية بحتة. حتى في ليبيا تدخلاتها في سوريا، في الصومال، في قطر، في أفغانستان، في هنا وهناك، كلها وفق القانون. كل وفق القانون، وبالتالي قضية آيا صوفيا أيضا وفق القانون. هناك وثائق تاريخية اعتمدت عليها تركيا في هذا القرار، القضاء التركي، ليس أردوغان هو الذي قرر، بل قضاء وأبحاث استمرت نحو 5 سنوات في تركيا. أثبتت في نهايتها أن آيا صوفيا متحف، أن آيا صوفيا مسجد. أن آيا صوفيا، أثبتت هذه الدراسات التركية أن آيا صوفيا مسجد، وبالتالي تم إعادة افتتاحه. الوثائق التاريخية موجودة. السلطان محمد الفاتح اشترى هذا البناء الذي كان مهترئاً، اشتراه من الرهبان البيزنطيين وأوقفه للمسلمين، والوثيقة موجودة، يمكن لأي شخص أن يأتي لي الأرشيف التركي ويرى الوثيقة، بعيداً عن مواقع التواصل والأكاذيب التي تنشر. وأيضاً هناك أدلة على أن السلطان محمد الفاتح أوقف هذا البناء لصالح المسلمين في العالم. ودليل ثالث أن قرار تحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف عام 1934 هو قرار غير شرعي، وعلى هذا الأمر اعتمدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، وأعلنت في 10 تموز 2020 أن هذا القرار باطل، وبالتالي آيا صوفيا يعود لأصله وهو مسجد، يعود لأصله، هكذا قال القضاء التركي، ولم يقل يعود كنيسة، قال مسجد أصله. كلمة أصله أي أن هناك وثائق تثبت ملكية آيا صوفيا للمسلمين، وأن الرهبان المسيحيين هم الذين تخلوا عن هذا المبنى، هم الذين تخلوا عنهم، وهذا كله مثبت. يمكن لأي باحث بالتاريخ أن يأتي إلى تركيا ويرى هذه الوثائق، وربما تركيا تقوم بنشر هذه الأمور بالشكل العام يعني أمام العوام. جميل. بدي أشكرك شكر جزيل على كل هذه التوضيحات، الحقيقة تشرفنا بهذا اللقاء وبكل ما تفضلت. الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول الأستاذ حمزة تكين، شكرا جزيلا لك. وهي إشارة أنه ما تفضل به الأستاذ حمزة، أولا لما نحكي عن قضاء تركي ومحكمة دستورية عليا، يعني نحكي عن قضاء حقيقي، قضاء يعني ليس كما هو في بعض الدول العربية يسمونه قضاء شامخا، وأنتم تعلموا ما هو حقيقة هذا القضاء. ثانيا لما نحكي عن الأوراق والإثباتات، حتى إحنا عندنا في الأردن يعني نحكي الطابو التركي، الإثباتات، الوثائق، الأرشيف العثماني، أرشيف عظيم. إحنا نحكي عن دولة كانت زعيمة على مستوى العالم، وبالتالي مش زي عندنا ممكن يضيع أرشيف من بعد 20-30 سنة بنبطل نلاقي. في تركيا الأرشيف يعني لعبتهم، وهم يعني عندما يوثقوا هذه الأمور تكون موثقة بشكل يعني محكم وبشكل يعني متقن، وبالتالي من حقهم أن يتحدثوا عن وثائق، لأنهم كانوا عندهم حضارة، ونحن جزء من هذه الحضارة، نفتخر أننا جزء من هذه الحضارة، من 500-600 سنة عندهم حضارة، وبالتالي هذه الحضارة جزء منها التوثيق. وأيضا عندهم الآن في دولة حديثة وديمقراطية قضاء مستقل، وحكم هذا القضاء بناء على الوثائق الأرشيفية.